القضية التي حصلت من استهداف للحشد الشعبي من قبل القوات الأمريكية في وضح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا، جاءت بعدها صفحة ثانية وهو الاحتجاج الذي حصل أمام السفارة الأمريكية، وما كنت اطلعت عليه وطلعت على العالم. هل كان هذا الرد بمستوى الجريمة أم كان انفعاليا غير محسوب؟ يعني الفترة المنقضية التي ناهزت أكثر من 16 عام تخللتها كثير من الإرهاصات وكثير من التفاوتات وكثير من التحديات، فيها دفع المواطن الثمن من أين؟ كان يترجى أن يرى نظاما جديدا وشكلا سياسيا يدخله إلى الرفاهية. يعني أنا يعني قبل لحظات وأنت تتلو المقدمة الارتجالية، بالمناسبة يعني للمشاهد الكريم، ترى نجم ما عنده أوتو كيو يقرأ هالشكل، يعني يقرأ بطريقة ارتجالية، لا ما هي حتى المواطن هم يعرفها. يعني قبل قليل أقرأ للسيدة حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة، هاي وفرت نتاج قومي 300 مليار دولار ووفرت لستة مليون نسمة، انتبه استاذ نجم، 300 مليار لستة مليون، دخل أقوى جواز سفر عندها بالعالم، دخل مستوى الفرد السنغافوري بالسنة 85,000 دولار يطلب له حتى ذا هو قاعد بالسنة. أفضل مطار عندها بالعالم، امرأة متزوجة من رجل يمني، عاشت هي وزوجها بغرفة واحدة من تخرجوا من الجامعة، من أصول عربية، استلمت المنصب واجتمعت بالحكومة واسمها حليمة يعقوب وهي من عباد الله وتخشى عباد الله، وعملت كان هدفها الوحيد أنه نسبة الفساد تخليه بسنغافورة صفر بعد أن كان 100%، وأعطت الجواز السنغافوري، صرفت على الجواز السنغافوري قرابة 20 مليار دولار لتجعله جواز رقم واحد. يعني جواز سنغافوري الآن أقوى من أي جواز في العالم اللي انصرفت عليه. زيادة بالدخل القومي بلغت الفائض ماله 5 تريليون دولار، طبعا 5 تريليون دولار. زين هذه امرأة لا جاية من رحم حزب إسلامي ولا أي شيء، الأحزاب الإسلامية التي كنا نرنونها ونشاهدها ونترنم بأحكياتها وقصصها، لما دخلت إلينا على حين غرة كقطع الليل المظلم كنا نظنها أنها هي الأولى، لكن يا سبحان الله رجعتنا إلى دهور ودهور، رجعتنا إلى قرون وقرون، جابت الأشخاص المسلفنين، جاءت لنا بالقائمة المغلقة، جاءت لنا بقانون انتخابي فاشل، قانون سانت ليغو يخلون له ربع وبوينت وان وبوينت تري، يلعبون يعبثون بكل ثابت، الثوابت كلها يعبثون بها. أو بعدين أنتم بصراحة خلي يؤاخذونني من يؤاخذني يا أستاذ نجم، أنتم ما لكم فضل بإسقاط صدام. هسه أمريكا إذا معتدية، إذا آثمة، إذا عدنا عليها ملاحظات، بس بالنتيجة هي اللي سقطت صدام، هي صنعته، ها هي دعمته بالحرب العراقية الإيرانية، وهي شالته.